السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم واليمن بألف خير. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة العيدية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا أنيسة، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير أكرم وعيدك سعيد. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة العيدية المميزة مع ضيوف مميزين ومتنوعين، نتحدث فيها عن أجواء العيد، وأيضا ضيوفنا نتحدث فيها عن مسيرتهم الأدبية والفنية والشعرية. سنكون معكم إن شاء الله طوال ساعة كاملة. سنبدأ حلقتنا ولكن بعد الفاصل، وكل عام وأنتم بخير. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. رحبوا معي بضيف مميز لطالما شاهدناه باعمال كثيره في قنوات كثيره ايضا. رحبوا معي بضيفنا وضيفكم الاستاذ علي السعداني، كل عام وانت بخير استاذ علي. وانتم بخير وصحه وسلامه، والمشاهدين قناه عدن العزيزه الحبيبه
وكل خير وعافية وصحة وسلامة بإذن الله. وأنت بألف خير. أستاذ علي، قد يكون أول سؤال يخطر في بال المشاهد، علي السعداني له فترة غايب يعني عن الأدوار أو التمثيل أو عن الشاشة بشكل عام، وين علي السعداني؟ والله يا عزيزي، علي السعداني تستطيع القول أنه يمضي مع القافلة ككل، قافلة الشرعية. عندما تمضي في الجانب العسكري هي تمضي في الجانب الإعلامي، وفي تمضي في الجانب السياسي، في تمضي في الجانب الاقتصادي إلى آخره. بمعنى ينعكس على علي السعداني. هو هكذا الوضع بشكل عام، وعلي السعداني يمر مع الشرعية. فإذا مرت الشرعية وتقدمت في الميدان وفي السياسة وفي يعني في الانتصارات وكذا، فتجد علي السعداني ظاهر وموجود. لكن في حال ان الجو العام راكد فعلي السعداني بيكون غائب، ولكن ان شاء الله نطمح ونتطلع الى عمل قادم ان شاء الله، عمل جبار نحضر له. وقد اعطيناه اعداد لمده سنه كامله ونحن نحضر لهذا العمل، وهو بعنوان، وهذا يعني نعلن أول مرة لقناة عدن الغالية باسم المسلسل، وهو الجرف والطيرمانة. أي واضحة يعني. أيوة واضحة للمشاهد العزيز. بمعنى هي رسالة توحي ضمنيا الطيرمانة واللي اسمه تتماهى مع بقية المحتوى اللي كنت تقدمه سابقا. يا عزيزي أنا لا يعني لم أنقطع، أنا في وسائل التواصل موجود، ولكن كما قلت أنه ما فيش باختصار وبوضوح لا يوجد دعم. كان الدعم من قبل كان موجود، وأنت عارف أن الإعلام محرقة المال. وإذا أردت إعلام لابد أن تعضي، لابد. فعندما توقف الدعم توقفنا، فطبيعي يعني. رحب بك أستاذ علي، عيدك سعيد وكل سنة وإنت طيب. خلينا بس نرجع شوية للوراء، يعني حدثنا عن بداياتك وكيف بدأت ومن كان ملهمك. جميل. طبعا البداية الأولى، أولا أنا أرحب بك أختي العزيزة، وأقول أنه البداية الأولى كانت وأنا في القرية في الريف. أتوا مجموعة كانوا يعملوا سكتشات فكاهية في الأعراس. نعم. فحضروا، وعندما شاهدت المسرحية كانت بشكل مبسط وخفيف جدا، ويعني بشكل بسيط جدا، على يعني على الأرض يجلسوا مجموعة ويعملوا سكتشات فكاهية. فأنا يعني أول مرة أشاهد يعني مثل هذا من هذا، فهذا كانت أول شيء يعني يدخل في بالي موضوع المسرح. كنت أستغرب، كنت أظنهم ليسوا بشر، كنت أقول هؤلاء جو من كوكب آخر، هؤلاء ناس. كنت صغير طبعا، فجلست طوال الليل إلى الصباح، هذا اليوم إلى الصباح، وأنا أفكر كيف عملوا هذا وكيف عملوا وكيف مثلوا هذا وكيف. فيعني هذه كانت أول شيء في حياتي، أول بادر في ذهني موضوع المسرح. ثم بعد ذلك دخلت صنعاء عاصمة الثقافة، وكان الملهم الأول اللي بعد الله عز وجل هو الأستاذ خالد الرويشان، وزير الثقافة والسياحة سابقا في أيام في عاصمة الثقافة والسياحة، الذي تبنى العديد من الفرق، ومن ضمنها الفرقة التي كنت أنا رئيسها. فكان لنا عروض عديدة في ميدان التحرير وأيضا في المركز الثقافي في 2004 عام عاصمة الثقافة. نعم أستاذ علي، بطبيعة الحال يعني كل فنان في بدايته يعني بيكون عنده ملهم، بيكون عنده شخص يشتي يكون زيه مستقبلا، يشتي يوصل لما وصل إليه هذا الفنان. لو قلنا على المستوى اليمني وعلى المستوى العربي. جميل. أنا شوف، أنا أحب الممثلين الشارع مثل ما تقول، الذي يسمى في الستاند اب كوميدي مثلا، الذي كنت أنا واحد منهم يعني. وممثل الشارع ليس نقصا فيه، وإنما يعني كان هذا مصطلح مثل يعني الذي يعمل المهرجانات التلقائية والفعاليات، كان مع الأضرعية القرنين يعني الشباب الموجودين على الساحة. لكن
الذي كنت أشوف فنان يمني يعني ملهم بمعنى الكلمة هو عبد الكريم الشموري الله يرحمه، وأيضا أبي حسام الأسيوي الأزرعي. نعم، وعلى المستوى العربي أستاذ علي، هؤلاء الشخصين كنت أشوفهم يمثلوا بروح بشكل يعني بكل جوارحهم. لم أجد هذا محليا طبعا، أما دول يعني عربيا هو يحيى الفخراني. يحيى الفخراني أنا يعني ما تحس يا أستاذ علي أنه في شبه ما بين علي السعداني ويحيى الفخراني كذا، أو علي السعداني يشبه يحيى الفخراني وهو شباب أو حاجة كذا، أو في أحد قال لك كذا يا أستاذ علي؟ لا والله إذن أول مرة. طبعا هذا يحيى الفخراني عربيا ودوليا روبرت دنيرو. هذا روبرت دنيرو أنا أشوفه من ملهم يعني فنان عالمي يعني وفخم جدا يعني أداء فخ حضور. شوف عندما الواحد يقول لك عند حضور هذا هؤلاء الفنانين يحيى الفخراني وروبرت دنيرو، هؤلاء أجد عندهم حضور أول ما يظهروا لا أستطيع أن أرمش جفني وأنا أجاهده لكي لا أفوت سنت ثانية مش ثانية. طيب أستاذ علي، بطبيعة الحال يعني كل فنان يعني بتقابله عثرات، بتقابله صعاب، بتقابله الكثير من المواقف في مسيرته الفنية، لو تحدثنا كيف كانت البدايات؟ طبعا يا عزيزي البداية من ما لا شك فيه كانت هي صعبة جدا، ولكن أنا لو تقول لي مثلا أين المتعة، مش السؤال مش كيف كانت البداية والصعوبات، إنما المتعة الحقيقية أين الآن في أعمالك الآن ولا أعمالك السابقة التي كنت تعاني. لا أقول لك تلك الأيام، لماذا؟ لأن كان على قدر المعاناة التي كنا نعانيها، إلا أنها كانت لها طعم ثاني وكانت لها نمط حياة جميلة يعني فيها يعني تعمل العمل بصعوبة وتكاليف مادية تكاد تقول أنها منعدمة تماما، وفي أجواء لم تكن موجود يعني حاضر كجمهور ولم يكن يعرفك أحد، فعندما تظهر ربما يسخر منك الجمهور لأنه أول مرة يشوفك ولا يعرف من أنت. أستاذ علي، فكان في ظل هذه الظروف اللي مريت فيها والصعوبات والتحديات، من كان الداعم أو السند لك في هذه المسيرة؟ أقول لك للأمانة طبعا لم يكن هناك في البداية داعم حقيقي مثل ما كان خالد الرويشان، ولكن أبي كان داعم معنوي وليس مادي. مادي كان ينتظر مني المادي، هو كان يقول لي يعني أوكي بينا أدعمك أنك تروح تمثل أوكي، لكن أجيب لك فلوس هذا مستحيل، جيب لي أنت. يعني إذا عدنا أستاذ علي الآن إلى واقعنا الحالي، أنت رجعت كتأصيل تاريخي لمسيرتك في البداية، كيف ترى واقع الدراما اليمنية الآن مقارنة بين سابقا والآن؟ يعني نرى كثير من الإنتاجات اليمنية، مسلسلات، أعمال حتى على المستوى اليوتيوب، كيف تقييمك لمستوى الأعمال التمثيلية والدراما اليمنية حاليا؟ يا عزيزي والله هذا سؤال يعني يحط واحد في موقف محرج، لأنه لو تجي لحقيقة الأمر، وأنا لو أتكلم لك بكل وضوح هكذا وشبابية بدون حرج من أحد، فأستطيع أقول لك أنه لم تكاد تكون منعدمة في اليمن، لم تأتي دراما بمعنى الدراما الذي تأخذك، هي مجرد هوايات يعني مجموعة من الهواة، ما تشوفش بالساحة للأمانة دراما حقيقية يعني فيها صراع، فيها شغل، فيها يعني شباب الله يجزيهم الخير يعني كثير، الشباب محمد رفيعي، القرني، صلاح الوافي، خالد البحري، كل بدون استثناء يعني نبي حسام، يحيى إبراهيم، كل بدون استثناء كل بيجتهدوا ويعملوا ويقدموا، ولكن كدراما يعني تنافس ما أعتقد أن في. شوف في 10 أيام قبل الزفة هذا فيلم تم يعني إنتاجه من عدن الحبيبة ومن مجموعة من الفنانين الرائعين، هذا كان له صدى نوعا ما وخرج إلى المنافسة الدولية،
ولكن ما فيش دراما ولا فيلم ولا مسلسل يعني بنفس المستوى العربية يعني. أستاذ علي، ولكن أستاذ علي، لأنه البلد يا عزيزي، البلد عندما تتوقف بكل جوانبها، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وال يعني كلها يعني التربية والتعليم والاقتصاد والإعلام والكل يتوقف. فنحن في مرحلة استثنائية، فما أعتقدش أن احنا سننافس، ولكن إن شاء الله بعد أن نعدي المرحلة والأيام إن شاء الله جاية ان احنا نعدل المرحله هذه الصعبه التي نحن نعيش فيها، ثم بعد ذلك ننافس عربيا ودوليا باذن الله. استاذ علي، ختاما يعني، الى اين تريد ان تصل؟ ما هو طموحك في نهايه هذا اللقاء معك، ومن تحب ان تعايد بهذه المناسبه؟ والله يا طموحات يا سيدتي العزيزه يا اختي الكريمه، الطموحات كبيره جدا، وطموحات اولا ان نتحرر ونخرج باليمن إلى بر الأمان، وكذلك طموحات يعني هذا على مستوى الوطن. على المستوى الشخصي أريد أن يكون لي عمل درامي أنافس به وأفتخر به بمعنى الكلمة، لأنه إلى الآن لم أجد نفسي في عمل درامي حقيقي. مع كل الأعمال التي قدمتها إلى أني لست مقتنع بالأعمال التي مضت، ولم أجد نفسي في عمل فيها. ولكن طموحاتنا تبدأ عندما يتحقق طموحات الوطن، ولهم كل الود والحب والاحترام. طيب أستاذ علي، تعيد على مين؟ عيد على مين؟ حلو، الآن الصوت جميل عاد. أعيد على أمي، فلذتك بذي وحبي وقلب أمي الذي لي منها حوالي 6 سنوات، هي في صنعاء ولم أستطيع أن أراها خلال هذه الفترة كلها. وطبعا أبي توفى وأنا هنا وهنا بسبب الحرب كذا، فأسأل الله أنه يرحم. وأعيد على أمي وأعيد على بابي. إذن مشاهدينا الكرام، كان معنا الأستاذ علي السعداني الفنان الممثل. شكرا لك أستاذ علي السعداني، كان معنا. يعني معاناة كبيرة واقع الممثلين والفنانين اليمنيين أنيسة. فعلا، يعني أيضا كما تحدث الأستاذ علي، واقع الفن اليمني يعني يطمح، يعني هناك عوائق كثيرة أمام الفنانين اليمنيين، يطمح أنه يوصلوا لمستوى أكبر، لكن واقع اليمن طارد للفنانين، طارد للممثلين اليمنيين، وهم بالفعل يبذلون كل ما يستطيعون للرقي بهذا الفن والرقي في الوطن. والآن والآن مشاهدينا الكرام، ننتقل إياكم إلى هذا الفاصل. We'll be right back.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام ومع ضيفنا ياسين البكالي الشاعر والقاص والفلسفي. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسين، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير والشعب اليمني كافة في خير وعافية. أستاذ ياسين، حدثنا عن أجواء العيد عندكم في تعز، نتشوق لسماع ما ستقوله لنا. أنا طبعا في تعز لزيارة أقارب لدي. أولا أهني الشعب اليمني كافة بعيد الأضحى عودا على بدئه أو بدءا بلا عودة، كل سيلقى لدى أحبابه عيده، تجري السماوات في روحي بفرحة من مر بقلبي مرور النصف والعودة. العيد في اليمن بشكل عام هو محاولة مستمرة للإنسان اليمني يستغلها في حركة مساعد الحياة التي تحاصره. أجمل فرحات العيد هي ما نراه على وجوه الأطفال من ابتسامات وأفراح تعكس الجو الجميل لمناسبة سنوية. ولعل في زيارة الأقارب والأرحام وتبادل التهاني والاجتماعات الودية التي نراها في شعبنا اليمني هي أجمل ما يمكن أن يراه الفرد. العيد في اليمن في جميع المناطق يسير التفاصيل الحميمية فعلا، رغم ما نعانيه من تردد الخدمات، عدم توفر بنية تحتية وإلى ذلك. نعم، عيد بحدود المتاح أستاذ ياسين، وشاهدنا وأنت في تعز حاليا شاهدنا هناك جهود من قبل السلطة المحلية هناك في تعز، احتفالات كبيرة هناك في قلعة القاهرة، كيف الأجواء في تعز؟ أجمل، نعم أجمل ما شهدت اليمن هو الأجواء التي احتضنتها قلعة القاهرة ومثلت فرحة يمنية عامة الكل، بل وكل شعر بالسعادة. أعتقد في اليمني في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب شعر بالسعادة وهو يرى تلك الحشود التي اجتمعت لتشكل عيدا استثنائيا. أنتم كشعراء وأدباء ومفكرين بطبيعة الحال يعني العيد لكم أجواءكم، لكم طقوسكم الخاصة، ما الذي يستطيع أن يقوله الشاعر ياسين البكالي في هذه المناسبة؟ ما أستطيع أن أقوله بالنسبة للعيد، فأصبح العيد جملة في بلادي لم تفطها عند التلاقي شفاه، غير أن سنحتمي بالتهاني حين نعد على الأسى كي نراه، ولعل الجميل في العيد أني صامت فيه أو شاعر فيه إن حكى ما عساه، في وجوه الصغار يسعى التمني فأرى العيد لا أرى في سواه. إذن أستاذ ياسين، نعم. لديك دواوين شعرية، يعني حدثنا عنها. لدي ثمان مجموعات، آخر مجموعة صدرت قبل شهرين من النادي الأدبي بالحد الشمالي. ما شاء الله، وسمعنا كذلك أنك المجموعة الأولى هي همسات البزوغ. المجموعة الأولى هي همسات البزوغ وكانت بداية لانطلاقة شاعر. أما المجموعة الثانية فهي أحزان موسمية على الضفة الغربية النروف، والتي تعاني والتي تنجسد في القضية الفلسطينية والضفة الغربية وما نشاهده في 2008. أستاذ ياسين، حدثنا عن الجائزة التي حصلت عليها مؤخرا والمركز الأول، حول ماذا كان؟ لا، أنا حصلت على عدة جوائز. آخر جائزة هي كانت عن منتدى أقلام عربية، وهي جائزة كانت تتحدث عن المرأة فعلا. المرأة بشكل عام، وتقدم لها أكثر من 120 متسابق من الوطن العربي، وفازت جائزتي وفازت قصيدتي بها التي عنوان القصيدة كانت فيها امرأة من لا زوال باليقين. نبارك لك من هذا المقام، نقول لك ألف ألف مبروك. فهل لا تسمعنا يعني شيء حول هذه القصيدة؟ طيب الآن. دزدهت في شفاه الأخرس اللغة، وغازلت شهرها بالفرحة السنة، وراودتك الأماني
وارتقى أمل إليك فاعلم بأن القصة امرأة كأنها في جبين الدهر فاتحة من السلام وفي عينيه بسملة هن التحايا التي تنساب في شفتي. القصيدة طويلة. نشكرك يا أستاذ ونشكر المرأة يعني اليمنية. وضحت الفكرة بشكل عام أستاذ ياسين، لكن دعني أسألك سؤال أستاذ ياسين، يعني بطبيعة الحال أنتم كشعراء وأدباء ومفكرين في أنواع من الشعر، في الشعر العمودي، في الشعر الحر، في أنواع كثيرة، أين يجد ياسين البكالي نفسه؟ شكرا على السؤال. أنا طبعا موجود في القصيدة العمودية وفي قصيدة التفعيلة. بمن تأثرت إذا قلنا موجود في بمن تأثرت في هذين المجالين؟ أنا الحمد لله منذ صغري وأنا قارئ إلى الآن، ما زلت قارئا، وربما أن ذلك أثر على رغبة النظر عندي. فتأثرت بالشعراء العربية منذ امرئ القيس، منذ امرئ القيس إلى ياسين البكالي، هؤلاء وأنا متأثر. ولكن تأثرت كثيرا برواد يعني المثل في محمود درويش، مبطل النواب، هؤلاء اللي مثلوا بصمة كثيرة، محمد الماغوط، هؤلاء يعني تركوا أثرا وما كبيرا عليا. أكمل بقية النص المرأة. مش مشكلة، كمل. إذا اجتهت في شفاه الأخرس اللغة وغازلت شهرها بالفرحة السنة وحركتك الأماني وارتقى أمل لديك فاعلم بأن القصة امرأة كأنها في ذراع الدهر فاتحة من السلام وفي عينيه بسملتهن التحايا التي تأتي فتشرق في وجه الحياة وجوه كلها صلة وهن مدرسة الأخلاق مملكة الإيمان بسمة من قالوا ومن سكتوا. الله عليك يا أستاذ ياسين. وفي الختام تحب تعيد على مين؟ أعيد على الشعب اليمني كافة وعلى المناضلين في جبهات القتال وعلى كل من يحمل الروح الوطنية في هذه البلاد. إذن ياسين البكالي شاعرنا والقاص والأديب والفيلسوف أيضا كان معنا من محافظة تعز، شكرا جزيلا لك. إذن شفتي أنيسة، يعني كالرجل يقول قصيدة في المرأة وقصيدة أدبية، ونوع أرى أنه نوع من الإنصاف للمرأة وخصوصا المرأة اليمنية. أرى أن المرأة اليمنية تستحق الكثير والكثير، خصوصا في ظل ظروف الحرب والمعاناة التي تمر بها اليمن. سنكمل مشاهدينا الكرام ونستمر معكم ولكن بعد الفاصل. قهوة قهوة زي الزين.
العليل يداوي المتعوب تشفي العليل هدية المحبوب وذنب المكيل يداوي المتعوب تشفي العليل يداوي المتعوب والله المتعوب والخير تهتيل اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا لا يخفى عليكم مشاهدينا الكرام واقع العيد في بلادنا في ظل الحرب التي تدخل عامها السابع على التوالي. يعني نحن ننقب إن صح التعبير عن الفرحة وننتشلها وننتزعها لتعم السعادة الجميع في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب في ظل هذه المأساة. سنحاول أن نسلط الضوء على هذه الجزئية. معنا سيكون المحلل الاقتصادي الأستاذ فارس النجار. أهلا وسهلا بك أستاذ فارس، كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك. أهلا وسهلا أخي العزيز، وكل عام وأنتم جميعا وجميع المشاهدين بألف خير. أستاذ فارس، كما أسلفت في مقدمتي، يعني لا يخفى عليك وضع المعيشي في بلادنا في اليمن، كيف تتابع وضع الاقتصاد والأسواق في العيد وفي ظل الواقع اليمني حاليا؟ حقيقة أخي العزيز، يعني نحن في اليمن نعيش حاليا أزمة اقتصادية تكاد الأصعب لم يكن خلال التاريخ المعاصر اليمني أو خلال فترة ما بعد عام الوحدة، فهي الأسوأ منذ ذلك العام. اليوم يعني نتحدث أنت عن أن يعني متوسط دخل الفرد أصبح يعني أقل من 260 دولار سنويا، يعني العملة فقدت أكثر من 200% من قيمتها. راتب المواطن البسيط الذي كان في العام 2014 إذا افترضنا أن راتبه كان ما بين 60 إلى 70 ألف، وقتها كان هذا الرقم قد يساوي 300 دولار. لك أن تتخيل أن المبلغ هذا اليوم أو لم يصبح لا يتعدى 60 دولار. المعيشة تزيد والرواتب تظل زي ما هي، يعني ممكن حتى لو زادت زيادة بسيطة. يعني بطبيعة الحال نتيجة الانقلاب الحوثي ونتيجة استمرار الحرب اليوم في سنتها السابعة، كل ذاك ألقى بظلاله على حياة المواطنين. اليوم يعني الوضع المعيشي صعب للناس، خاصة بعد تجاوز الدولار 1000 ريال. وبعد التقارير الدولية وآخرها التقرير الذي صدر عن منظمة الأغذية العالمية الذي أكد بأن هناك 17 مليون يمني أصبحوا لا يعني ليس لديهم ما يتغذون فيه في اليوم التالي. يعني انظر إلى أين وصلنا، يعني 21 مليون يمني اليوم يقعون تحت خط الفقر، وبالتالي نحن أمام كارثة اقتصادية كبيرة للأسف. الصراعات البينية الأكيد أنه أستاذ فارس، يعني بطبيعة الحال نحن نحمل الانقلاب هذا الشيء، لكن ألا يتحمل المجتمع الدولي وهو اليمن تدخل العام السابع على التوالي من الحرب، ألا يتحمل جزء من المسؤولية؟ بل يتحمل الجزء الأكبر. نحن اليمن وفقا للقانون الدولي نحن تحت الفصل السابع، وبالتالي الدول الرباعية في مجلس الأمن المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، المملكة العربية السعودية والأشقاء أيضا في الإمارات العربية المتحدة، هذه الدول الرباعية هي التي الملف اليمني تحتها تحت إدارتها وفقا للبند السابع، وبالتالي تقع على عاتقهم بدون شك المسؤولية الأكبر. وبالتالي وضع اليمن أو النظر لليمن وهي اليوم في السنة السابعة دون اتخاذ أي خطوات جادة عملية على الأرض، سواء كانت في الضغط على الإنقلابيين بقبول السلام أو بتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية ومعاملتها على هذا الأساس ومحاربة الشبكات التي تتبع هذه الجماعة والضغط حتى على الأطراف السياسية للتوصل بحلول حتى على مستوى الجناح الشرعية. أيضا يوم العرقلة تنفيذ اتفاق الرياض أيضا كانت سبب رئيسي استمرار التدهور الاقتصادي. يعني كان هناك توجهات من الحكومة بأن يطلق هذا العام وأن يكون عام التعافي الاقتصادي وأن تعود مؤسسة الدولة للعمل من داخل محافظة عدن، لكن للأسف الصراعات البينية واستمرار الصراع السياسي وعرقلة التنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض، كل هذا ألقى بظلاله. يعني في ظل هذه المعطيات التي تحدثت والبنك المركزي تحصيل الإيرادات من قبل مؤسسات الدولة، كل هذه كانت أولويات يجب أن تقوم بها الحكومة. اليوم تقف الحكومة عاجزة عن تنفيذ هذا في ظل الصراع السياسي وفي ظل عدم عودتها للعمل بكامل كفاءتها وقدرتها إلى داخل عدن بعدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض. كل هذه عراقيل للأسف كانت عائقة أمام الحكومة لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي المفترض كانت
تقام هذا العام بالذات. في ظل المعطيات التي تحدثت عنها أستاذ فارس يعني ومعطيات بائسة وحزينة يعني للأسف نقولها، لكن كيف نستطيع أن نستشرف المستقبل والعيد القادم بالأحرى في عيد رمضان القادم إن شاء الله في ظل هذه المعطيات؟ والله أخي العزيز يعني حتى رغم الظروف الصعبة كانت هناك، يعني حدنا نتكلم على مستوى محافظة عدن بما أن القناة هي قناة عدن بدرجة رئيسية وقناة كل اليمنيين، يعني هناك بصيص أمل، هناك محاولات من السلطة المحلية ومن مكتب الثقافة ومن فاعلين الخير أولا على مستوى إقامة أنشطة ترفيهية ثقافية في المتنزهات العامة حتى يستطيع الناس الدخول أو على الأقل الشعور بفرحة العيد، والكثير أيضا من فاعلين الخير وجمعيات الخيرية الذين ساهموا بشكل كبير بتخفيف المعاناة على المواطن. نحن ما الذي نتطلع له في المستقبل؟ طبعا نتطلع إلى أولا أن ينتهي الصراع في اليمن، إما أن يتم الضغط على الحوثيين للوصول في السلام أو أن يتم حسم المعركة هذه عسكريا. أما أن تستمر تمر الشهور والسنين دون أن تكون هناك يعني حزم في إما سواء كانت في معركتنا العسكرية أو حتى معركتنا الاقتصادية. المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية إطلاقا عن المعركة العسكرية. اليوم معركتنا مع الحوثيين ليست عسكرية فقط، اليوم معركتنا ما يتضرر به الاقتصاد الوطني، الحوثي لا أساسي في الانهيار الذي وصلنا إليه، انقلابهم وتبديدهم لمقدرات الدولة وسيطرتهم على جزء كبير من إدارة الدولة، جزء كبير من الذي يعانيه اليوم اليمنيين سببه هذا الانقلاب. وبالتالي هل نحن نطمح إلى إنهاء؟ إذن مشكلتنا الأساسية في إنهاء هذا الانقلاب، مشكلتنا الأساسية في إنهاء هذا التمرد، مشكلتنا الأساسية في ضرورة لملمة معسكر الشرعية وأن يعمل كل الأطراف التي تعمل في معسكر الشرعية باتجاه واحد، وهو تمكين اقتصاد البلد، تقديم نموذج رائع في المحافظات المحررة، واستكمال تحرير اليمن من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية. نتطلع العيد القادم بأن يكون وضعنا أفضل وحالنا أجمل، ولكن هذا لا يتم إلا بوجود إرادة سياسية من كل الأطراف التي تعد اليوم ضمن معسكر الشرعية للقضاء على هذا الانقلاب ولتمكين مؤسسات الدولة. لا يمكن أن تقام دولة في ظل واقع يعمل خارج إطار الدولة، لا يمكن أن تقام دولة وتلعب المؤسسات دورها الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني طول ما هذه المؤسسات لا تخضع إلى الدولة ولا مؤسساتها وإلى القرار المركزي والبنك المركزي والحكومة. لا يمكن الحكومة أن تعمل وهي لا تعمل بكل قوتها من أرض الواقع. وبالتالي نحن نتطلع لدور أكبر، ونتطلع بأن يكون جميع القوى السياسية خاصة التي في معسكر الشرعية تتطلع وتتعامل مع الموضوع بمنتهى المسؤولية، لأن بصراحة حياة المواطنين لم تعد تحتمل مزيدا من هذا العذاب والقهر والظلم. بإذن الله يأتي العيد القادم وقد تغيرت الأحوال وأصبح عيد اليمني. أختم معك بهذا السؤال، وهو يعني تعايد على مين أستاذ علي؟ طبعا أول شيء نتوجه يعني بالتهاني بعيد الأضحى المبارك أولا إلى أبطالنا المرابطين في الجبهات، هؤلاء الناس الذين يمر عليهم أشهر حتى الآن وهم لا يتقبلون مرتباتهم، مع ذلك هم متمترسين دفاعا عن الجمهورية، دفاعا عن الدولة، دفاعا عن الوحدة، دفاعا عن الديمقراطية، دفاعا عن النظام الجمهوري. هؤلاء هم من يستحقون كل أسماء يعني التهاني بمناسبة عيد الأضحى، كما لا يسعنا إلا نتوجه أيضا بالتهنئة بعيد الأضحى لكل أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، ولقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرمز الرئيس عبد الرب المنصور هادي حفظه الله ورعاه. نعم أستاذ فارس النجار الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. هناك نقطة مهمة لو لاحظت يا أنيسة تحدثوا فيها ضيفاي السابقان، وهي أن هناك جهود حثيثة تبذلها السلطة المحلية سواء في تعز، في قلعة القاهرة شفت الاحتفال المهيب والحضور الجماهير الكبير، وأيضا في عدن المكتب الثقافة قام بجهود واحتفالات. المواطن بطبيعة الحال يعني سيبحث عن فرحة ولو بسيطة بحدود المتاحة أمامه، يبحث أنه كما أسلفت لنقب عن الفرحة، نبحث عن حدود المتاحة رغم الواقع البائس الذي يعيشه اليمن. وشعبنا يسعى دائما لأن يستلذ بأقل فرحة ممكنة تواجهه في وبحدود المتاحة بحدود المتاحة برغم كل العقبات. يعني نرى شعبنا يكافح دائما وأبدا في ظل هذه الظروف الصعبة. نسأل من الله الفرج القريب، وننطلق إياكم مشاهدين الكرام إلى فاصل ونعود إليكم. موسيقى
اسمه بذاكرة اليمنيين بجعفر، وكل من يسمع اسمه ترتسم الابتسامة على شفتيه. نرحب وإياكم أعزائنا المشاهدين بالفنان علي الحجوري. أهلا وسهلا بك أستاذ علي، كيف حالك وكل عام وأنت بخير؟ أهلا وسهلا بكم، أهلا بقناة عدن، إدارة وموظفين ومشاهدين، أعيدكم مبارك، أجواء العيد طيبين إن شاء الله. عيدك سعيد، حدثنا عن أجواء العيد. والله أنا يعني بقول بكل صدق، أجواء العيد للمغترب البعيد عن أولاده أجواء غير سعيدة، لكن إحنا بنحاول نصنع السعادة، لا بد أنك تصنعها، فأنا جالس أبذل جهد كبير عشان أصنع السعادة في الغربة. تقريبا هذا أول عيد لي بعيد عن أولادي، لكن الله يعين. بس وسائل التواصل عبر الفيديو والكذا خففت من لوعة الشوق والكذا. نعم أستاذ علي، يعني كنت قد تحدثتك قبل الهواء، علي الحجوري الآن هو ترند، دائما ما يكون ترند بكل الأحوال. يعني سألتك في البداية قلت لك أرحب فيك الشيخ علي الحجوري، ولا الفنان علي الحجوري، ولا المجدد علي الحجوري. أشتيك تلخص لي مسيرة علي الحجوري في أقل من 3 دقائق من البداية إلى علي الحجوري اللي لابس تيشيرت برتقالي الآن. والله يا أخي أجمل تعريف هو الإنسان، والإنسان على هذه الألقاب وهذه المسميات كلهم الناس اللي بيطرحوها حسب وجهة نظره، ولا في الأخير أنت إنسان مواطن يمني تعبر عن آرائك، وكل واحد من خلال هذه الآراء يعني طرح لك مكان معين، لكن نسأل الله أن نكون عند حسن ظن الناس، وهذه أولا. الأمر الثاني العجيب في الأمر علي الحجوري أنه انتقل إلى أكثر من مكان في تناقض، يعني مثلا إمام مسجد وخطيب فترة من الزمن، ثم ممثل، ثم متبني للخطاب الديني، ثم منتقد للخطاب الديني. التناقضات هذه اللي شكلت الزوبعة اللي ما كانش لها داعي. وأنا أجمل شيء، أجمل تعريف
اللي كان بيغني محمد عبده مجموعة إنسان فيني نهار وليل وفراح وأحزان أضحك ودمعي حايل نص عيني. أنا إنسان مجموعة إنسان. طيب. ممكن تجدني أيام أوقات مثل الطفل أوقات أضحك أوقات أتبنى قضية ممكن أضحي بروحي من أجلها وهكذا يعني. طيب هل خلاص وصلت لل خلاص الآن بتكون على ما أنت ولا عادك بتزيد تغلب؟ الإنسان يظل متطلع. أنا الآن الحمد لله بفضل الله عز وجل أتممت من تصوير فيلم سينمائي الأول لي، وهو أول يعني أول ممثل يمني هكون في موقع نتفليكس الموقع العالمي. ممتاز ممتاز ممتاز. العمل حق إن شاء الله في شهر 8 في سينما دبي بإذن الله، وممكن أرسل لكم بعدين صورة الفيلم. خلاص سيعرض الشهر الجاي بإذن الله. أستاذ علي، في أخبار إنه ممكن يعرض. أستاذ علي، هل تسرب لنا يعني بعض الأشياء خاصة لقناة عدن عن هذا الفيلم؟ والله هذا أول خبر، خبر الفيلم السينمائي هذا في شهر 8 حينزل في سينما دبي، هو من إخراج المخرج الإماراتي أحمد زين، وبوجود الأخ إبراهيم المريس العم ناجي ومجموعة يعني الفريق كامل، وممثلين أجانب من روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية موجود في الفيلم، وطاقم العمل كان طاقم احترافي المصور أسباني والعمل. ما هي الفكرة العامة للفيلم؟ عن ماذا يتحدث؟ الرسالة الموجودة في الفيلم تسليط الضوء على نخوة وشهامة وقبيلة الإنسان اليمني الله. حتى هو خارج اليمن، هذه الرسالة الأساسية لله. نحاول وهو الرسالة اللي بيحاول يوصلها الأخ إبراهيم المريسي في كثير مقاطع، قيمة الإنسان اليمني النخوة الشهامة، وهذا هو يعني كان زائد أنه حيكون في أيضا جانب كوميدي بشكل آخر يعني. يعني إذا كنا إحنا اللي صورنا جالسين أثناء المونتاج بنضحك، قلت كيف حيكون ردة فعل الجمهور؟ وأنا كان دوري دور الجد اللي جاي من اليمن لإنقاذ ابن والده اللي هو إبراهيم المريسي العم ناجي، يعني إنقاذ من موقفه، وفي عصابات وفي أكشن وفي عروض استعراضية ورقص، شيء جميل. نعم أستاذ علي، يعني السؤال بشقين، يعني أول شيء اسم الفيلم، وثاني شيء هل علي الحجوري يشعر أنه وصل كفنان وممثل إلى المستوى الذي يطمح له؟ بمعنى أنت الآن كأول ممثل أو من أوائل الممثلين العرب بالأحرى اللي وصلوا إلى شاشة بحجم نتفليكس. والله اللي حيشعر أنه وصل لن ما عاد يخطوش أي خطوة، طالما الإنسان يشعر أنه عاد وما قد بدأش هو حيوصل في الأخير. لكن هذه أنا أعتبرها أول خطوة أو البداية، لأنه إحنا في عندنا مسلسل همي همك وكان له انتشار واسع في وقته، بعدين جاءت الأحداث والحرب والمشاكل فتوقفنا وخلاص توقف. يعني حتى الأعمال الفنية اللي اشتغلناها كانت زي ما تقولوا زي السفر، يعني برنامج غاغة أو كذا، كانت برامج لشيء مؤقت يعني في الصراع السياسي القائم يعني. لكن الجانب الفني أنا توقفت تماما، وهذه أول خطوة. قولة تكون أول خطوة يكون فيلم سينمائي، فأنا أعتبرها خطوة قوية يعني. اسم الفيلم؟ المعلومات في فيلم ثاني الآن يجهز ويعمله للمرحلة الجاية إن شاء الله. برضو في الإمارة حيكون أقوى فكرة يعني. الإمارة طبعا. نعم. بس حيصور جزء منه في أكثر من دولة. لو تنوه على اسم الفيلم يا أستاذ علي على أساس نشوفه برضو. والله الفيلم الثاني أو الأول؟ الأول والثاني. اثنين. لا الأول الثاني عاد اسمه يعني موجود بس ما زالت في طور الكتمان يعني. للموضوع عادوا في مسألة الإعداد. والأول؟ وأعتقد إنه أيوة، لكن الأول الثاني هو العم ناجي، الثالث ما له دخل في العم ناجي، فكرة جديدة تماماً. طيب أستاذ علي، العم ناجي أعتقد إنه كان في فيلم اسمه العم ناجي تقريباً. في العم ناجي الجزء الأول نزل في نتفليكس وكان مزبوط صحيح. الأفلام مشاهدة في الإمارات يعني لفترة معينة، بس هذا نقلة نوعية. الفيلم العم ناجي 2 أيوة. اللي اشتغلنا فيه. نقلة نوعية تماما يعني. يعني هذا الجزء الثاني منه. طيب. في طيران، في سباق سيارات، في فرق رقص حتى من الهند من هنا. حاولنا أن نعمل فيه لغة الصورة تكون قوية جدا مكثفة. وإن شاء الله هيكون فيلم منافس بإذن الله. بإذن الله. أستاذ علي ختاما، على من تحب أن تعايد؟ أبعث عيدية
طبعا إلى والدتي ووالدي وإخواني وزوجتي وأولادي وإلى كل الأصدقاء والأصحاب وإلى كل أفراد الشعب اليمني قاطبة يعني، ونسأل الله عز وجل أن يعني يأتي الأعياد القادمة وقد عادت اليمن إلى اليمن، عاد الوطن إلى الوطن. نحن نفتقد الوطن اليوم، الوطن ليست القطعة الجغرافية التي نعيش فيها بقدر ما هي المكان التي تجد فيها كرامتك، تجد فيها الأمن، الأمان، الخير، وهذا ما نفتقد في وطننا. لكن متفائل كثيرا أن القادم أجمل إن شاء الله. إن شاء الله يكون القادم أجمل، نحن جميعا إن شاء الله متفائلين. الأستاذ علي الحجوري الفنان والممثل واللي على نتفليكس مؤخرا، شكرا جزيلا لك أستاذ علي. شكرا موصول لكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة العيدية التي ناقشنا فيها، كان معنا فنانين، كان معنا شعراء، كان معنا ممثلين، وعرجنا أيضا على الوضع الاقتصادي، وكانت يعني حاولنا أن نتطرق للوضع العيد في اليمن بشكل عام. وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.